سيارة الضحى على ميكس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. امبارح ميكس طلع لايف مع بنت، وهي البنت حكت لميكس انه يجي للبنان وهي راح تستقبله، وكمان طلبت منه رقم موبايله. بعدها ضحى قامت بنشر مقطع على التيك توك كان على اغنية كانت كلماتها شوف انت فين وشوف انا فين دلوقت، انت كنت مجرد وعشت لك كم يوم حلوين. وكانت كل التعليقات بتقول انه ضحى غارت من لايف امبارح تبع ميكس، وقامت بعدها بنشر ستوري علقت عليه لما تسأليه عن معلوماته في الدين انه يتزوج 4. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ سامحوني سامحوني سامحوني، اليوم تصوير فيديو يوتيوب خلصته، وتصوير عندي اعلان خلصته، هلا اعلان اخذ مني اكثر من فيديو يوتيوب الاعلان، وعندي الجولة شوية 5 دقائق وافتحها، بس جيني تليفون مهم 5 دقائق ونكون في الجولة، بالله كنا